أفادت وزارة الخارجية الفرنسية بأنها تعارض عقوبة الإعدام من حيث المبدأ، لكنها تحترم السيادة العراقية، وذلك بعدما قضت محكمة هناك بإعدام 4 فرنسيين لانتمائهم إلى تنظيم الدولة الإسلامية. وأوضحت الوزارة في بيان أن السفارة الفرنسية في العراق وبموجب دورها في تقديم الحماية القنصلية لمواطنيها تتخذ الخطوات الضرورية لإيضاح موقفها للسلطات العراقية. وأضاف البيان أن من ينتمون لتنظيم الدولة الإسلامية يجب أن يعاقبوا على جرائمهم. للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا من باريس مراسلنا هناك محمد الحجي. محمد، ما الذي فهم من بيان الخارجية الفرنسية، وهل نتوقع أن تتخذ باريس خطوات إضافية أو خطوات تصعيدية لردع السلطات العراقية عن إعدام هؤلاء المتهمين؟ نعم نادين، كما تعرفين موضوع الإعدام في فرنسا هو موضوع حساس جدا. هذه العقوبة ألغيت منذ عشرات السنين في حال تم تنفيذ يعني حكومة الإعدام، تطبيقها على 4 فرنسيين من أصل 14 في العراق. سوف يفتح هذا الأمر الكثير من الجدل في فرنسا، خاصة من المنظمات الحقوقية، لأن فرنسا التي سمحت للعراق بمحاكمة الفرنسيين على أرضها، وسمحت أيضا بإدخال العديد من الأطفال الجهاديين إليها، سوف تحاول جاهدة منع العراق من إعدام مواطنيها رغم اعترافها باحترام سيادة العراق والمحكمة العراقية، لكن هذا الأمر لن يكون بسيطا إلى هذه الدرجة. هناك محاولات عديدة من قبل المنظمات الحقوقية على أنه لا يمكن أن يخضع المواطن الفرنسي لهذه العقوبة حتى وإن خضع لها خارج البلاد. هناك محاولات ونداءات لجلبهم إلى فرنسا ومحاكمتهم رغم رفض الكثير من الأحزاب اليمينية واليمينية المتطرفة لعودة هؤلاء إلى العراق ولعودة عوائلهم، لكن هذا الموضوع الذي بدأ منذ فترة يعني يقود مضجع الحكومة الفرنسية التي أصبحت تائهة وحائرة فيما يمكن أن يكون لهم مصير هؤلاء بين أن يحكموا ويعدموا في العراق وبينما أن يعودوا هنا في فرنسا لمواجهة القضاء وأيضا لمواجهة يعني الصراع السياسي بين الأحزاب اليمينية وبين حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون. اليوم أصبح عدد هؤلاء 4 وقد يزيد هذا العدد، لكن في الواقع هناك الكثير من الانتقادات لتساهل الحكومة الفرنسية مع المواطنين الفرنسيين حتى وإن كانوا جهاديين، وتركهم يواجهون مصيرهم لوحدهم في العراق بعد أن سلمتهم قوات سوريا الديمقراطية من سوريا إلى الحكومة العراقية. شكرا.